الو، شو في سامي؟ خبرني شو في لي؟ قتلوا خيي. كيف؟ مين خبرك هلا؟ قتلوا رامز. مين اللي خبرك؟ انت بتعرف اللي قتل معلمك عايش وعم بيشحد عليكم اصوات على التلفزيونات؟ نفد منا هيدا الواطي. غزوان بتعرف وين عايش؟ ما بعرف اذا فطس ولا بعده عايش اصلا. طيب منذر، في حدا من رجالك او اللي حوالين غزوان يعني عنده معلومة أو فكرة إذا غزوان له علاقة بقتل أمي؟ لك هيدا واحد مثل النمس، ما حدا بيعرف عنه شيء. إذا كل عمره عايش بيناتنا غدر فينا بدون ما حدا يحس عليه. رضوان عبيلي مي. انت كتير حاسس جسمي مكسر. بس قليلي شو نزفت. رامز والشوفير وين؟ ما تطلع فيي هيك. أنا عملت شو قلت لي. وقت سمعت صوت الرصاص قلت خلصوا عليك.